سراقة ابن مالك سراقة ابن مالك نيك اللي يدال كيف بك يا سراقة سراقة بالورم سيحالك ونقول يا إذا لبست هداد حيرته سواري كسرة بقرك كسرة اللي يدال تجميه سهداد قسطب الكور نبي آياء ويري صلى الله عليه وسلم هبت قريش وقريش ويكعد ذات صباح ذات صباح صبح صبح يا كم إذا آياء سوكعد وجلة مدروعة أيدو آدو أرقق أحسن ونحسن فقد ترى في أنديتها يعني مجالس تيدي أندية دي وحالي ماشاء الله فرنسي وضياش وفرنساني مجالس تيدي يفرق دره وضيتر وحاكو فافي أن محمد محمد قد بارح مكة مكين وكتغي حالي مستطر حالي يميد اسكو قرنة يبجن حيث الامي مقدقة فلم يصدق زعماء قريش ميسا رميسانين أذن باء وركا واندفعوا يعني ويتقين يبحثون أيقو باري عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل دار بريك استوء من دور بني هاشم ري بني هاشم بريه هو دور نبيك وارجنه بريان قل كردي بريان هذا كاتر رميسان لايين وينشدونه في كل بيت ومن بيوت أصحابه وحيكرر كتب البيان نشد يعني نشدد وعدلك وينشدونه حيكرر البيان في كل بيت ومن بيوت أصحابه حتى أتوا إلى أتقين منزل أبي بكر فخرجت إليه وعوصوا بعد ابنة أبو بكر قبل يسي أسماء فقال لها أبو جهل بوحوي أين أبوك يا بنت كوري يا أبا أوي فقال حيث لا أدري ما قرني أين هو الآن هذا ميلو جرى أبا هنا كمر ويؤجيهن زيزي أبو بكر أؤجيهن النبي جديدين يعني هذا لما شيء فالرفع يده وقعنته كره قال أبو جهل والله ضم يعني خدها والله ضم خدها قبل يبو ترباحي لطمة الرباح أهود بقردها على الأرض آية مرحبا الرباح أنتو كل رفتي يبا قبضي نلك يعني كل عظيوة كل عظيوة هذا ميلو جينا ما قرر يا قرن تاي كقرن يسو يعني كحنا قصي يا والله دم خدها ورباح لطمة أهود يهوبتيه بقردها على الأرض يا مرحبا أي أتقدد يعني حلقتها وعني وجعلها تهوي أهوي ينوي أي نل كيف كنا عذبه جن جنون زعماء قريش قريش يعني ورير كوذبا كنا عيه واللبا كنا عذبه حين أيقنوا مركا يقيني أن محمدا قادر مكة مكيل كتقي وجندوا ويدياريين كل من لديه من يعني وحل ويه دتك أكتوضى هذه ومن قفات الأثر دتك يعني ذاتك الراعية دتك يعني بعض القوبة لتحديد طريقي ودوين كده حديدا الذي سلكه ودتك جدا قوم روح قرن يا حالي راتك قرت راتك يا قانو يروح قدام بيت ديارين ودتي وكوبا حيني قرتان ومضوا معهم ايجين وين راعين يبحثون ايجو باري عنه النبي فلما بلغوا مركي قارين غار ثور وقدك النبي ايجلن يا ابو بكر غار ثور قال اللهم وحي يرادين قفات الاثر كل راتك هي راتك قاضي والله ما جاوزت احيكم يونس وقد بين هذا الغار قد كان مدافن انت كون ريزو دن راد كيسان سو هيني قد كن مونا دافن ولم يكن هؤلاء ميس اهاين مخدئين كوقفي وي فيما قالوه لقريش كواس يعني راد كالراعي راد كالهيينة ما يساهم كوا كوقفي هذا كاي قريش وشاقين فقد كان محمد وحواه وصاحبه في داخل القار قد كيف كجرا وكان قريش وحيه تقف متاقين وفوق الرأس اي رأسيهما نبقي يسا ابو بكر كركو لأي يساقين مدحو ذا كركي حتى أن صديق الرأى وحوارك أقدام القوم قوم كاللقهودي تتحرك دقاقي فوق القاري قد كأبكس فدمعت عيناه سي أبو بكر لم يسئن رود بإلمي فنظر إليه الرسول النبي في ريه صلى الله عليه وسلم نظرة حب بيمؤه محبئية ورفق وعتاب أسوكو عنانا يوم حاد عليه فهش آي فهمس الصديق باهر لقائلا حاله ليه والله ما على نفسي أبكي والله بان كل دارتي ما على نفسي نفتي إذا أبكي ومؤيي ولكن مخافة أن أرى إنا نركو رسولك إلهي وفيك هذا فيك هذا مكروه وحانا جعل يا رسول الله إنا أنا كل جو نهرتي إذا دبات لقو قارسي يوم بانك يعني كوي يا ون أي قال ذي وكون وأنا كل دومين فقال له الرسول الكريم حويل صلى الله عليه وسلم أما إنا حال يا نبي من حصل لنا آي ودقنا وعب سيا ويسا قجر لا تحزن يعني همرقون يا أبا بكر فإن الله إلهي بمعنا معنا فأنزل الله إلهي بادجاء سكينة تحصل على قلب صديق صديق قلبي يسا إلهي حتى الكدجي والراحة وحوا هذا ينظر متفرين إلى أقدام القوم قوم كاللقهوذي ثم قال وحر يا رسول الله
لو أن أحدهم متكون نظر هدو فيري إلى موضي قدمه ماشي والله بدل لقوات كوها يلا رعانا وهو نارك لها إن ده هم بيكون أتاقي يعني هدو لقاه وستيسا مدعو دور إلى وهو نارك لها. فقال له الرسول النبي حويه صلى الله عليه وسلم ما ظنك بلها ومحويه يا أبا بكر بثنين لبا أضم لني سأل الله إلهي ثالث وما هو صدحيني لبا إلهي صدحيني حضم لني سأل يا أركي كرم قال أركي. وهنا هل كاس أي سمعا وحي مغلين والنبي يا أبو بكر فتن إن اللي يروا من قريش كم إذا يقول للقوم أوله هلموا إلى الغار ننظر فيه وركالي بالقد كأنجل نقد كان فيرنا إن كجيران بالغ يا باي يا هلموا كالي إلى الغار قد كأن كان ننظر فيه أنفيرنا. فقال له أمية بن خلف وحوي وأضيق رأي قريش ساخرا حالي أسوء كجيه جيسيه ألم ترى مياه الأركين إلى 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 هذا العنكبوت ورعار عارض سومارس التي تاسو عشش على بابي قد كالباب كذا عار عارض اسكحرتي سومارس والله بان قدرته إنه أقدم من ميلاد محمد عارض تنماشى صار محمد على شديد وكور رسيب إن هذا الوجر يتكبر ناس وهذا قد كدمان قد كإجلال أنتو عار عارض إني واحد يجيب الله ينو ماشى كقول الله ينصوما نين ولي لك قد كم قل لك قلائب ما محمد ونرلن ياه يعني عار عارض الماشى يا كوسا ما يسوى غير أن أبا جهل يا قال وحير والله أسي والعزاب أن كل عرته إني أنا أقول لحسبه وحنو ملينا يا قريبا منا إنه ندوية يسمع ما نقول وحن شيء إن هذا إنه يعني أمغلي أو ويرى ما ما نسمع وحن سمينا إنه نارك وندوية هاي ونا مغلا ونا نارك ولكن سحره سحر كيسي يا رانا دبولي على أبصارنا إنها نك وحن وحب الله أركي لأنه وسحر كيسي أسوونا مغلا ونا نارك يقول مثلا أنا أمالني هذا أساس الليلة أميو بيد أن قريشا بيد غير أن لكن قريشا قريش لم تنفض يدها قعنت يدي ميسا طبعا طبعا من 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 أمر العثور يعني فيادين يعني باردة أمر كيسي على محمد إيرادني نفسي وحالي أمر كذا وقعنت كذا طبعا طبعا توحي يعني ويددي قعنت ميسا طبعا طبعا من أمر العثور يعني خيادنتي على محمد ولم ينشني ما يصلابن ولم ينشأي ولم ينشني عزمها عزم جذي قصد جذي يعني هم دوزين ما يصلابن عن ملاحقة النبي أذكرتين بمركور الله إنه مقتها حتى وهو دجين وكلابتين فأعلنت في القبائل المنتشرة مركي أيق كسم رير وكلابتين وحي إعلاميا في القبائل المنتشرة قبائش يوردن ورد قدقنين على طول طريق بين مكة والمدينة وضد مكة مدينة كتالي يعني قبائش دقنين ودلوكي دقنائي ودلوكي دقنائي ودلوكي أن من يأتيها ننكي لي ماذا بمحمد حيا نسق النول أو ميتا فله مئة من كرائم الإبل بقل جيلها لسينية كان سراقة بن مالك وحوى هذه المدلجي في ندي في ندي بوفدي مجلس ومن أنذية قومه قوم كيس مجالس وذكمذا في قديد ما شاء قديد ليلى قريبا من مكة فإذا بالرسول من باب سعود من رسول قريش كم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول قريش يدخل عليهم بويمد ويذيع وحفافنا فيهم في قوضة نبأ الجائزة يعني جائزة يا أبا القدك الكبرى ايويني التي تاسو بذلتها قريش اي بحسي لمن يأتيها ننكي يعني كانوا بمحمد لي ماذا حينا وميت ننبأ وفافنا يو قريش وحيدين بلن قادسة ننكي محمد سوقبت بقول جيلة بقول جيلة تاسو لي فلما كاد سراقة فما كاد سراقة سراقة موسى سجن يسمع إنه مغلب بالنوق جيلي المئة بقولكها التي تاسو أي أسرى أبد إليها أدمعه أي أسرى أبد حتى أسرى أبد إليها أدمعه إلى نمع عيسو وكعوة بركي لا شيء يقول لي محمد نجي زوقف ده بقول جيلو لي نين كلي جي إسكس عودي أبو بكر ونوكوه ليه أو ده ده تكلم أنا يتنين إنه إسكس قحوتي أنا والقبشة دي زوجه سهل أنت يبو هو كقولته قال ما هيزو تتفرب بدن الله سعود مجر مركا مركا بر الله مركو مغلي بقول كي جيل هابو حتى إسرى أبد إليها أدمع ودمع عيسو وكعوة واشتد عليها حرسه ودذال كيسبا ودرنا ذو رجال اسبسا وقولي سلي هذو كدذال ولكنه لبض نفسه نفتي سوى علي فلم يفهم موسى هذينه بكلمة واحدة أنا كينيو
قالت أنا قاضني محمد أنا كاني موسى دين وإسقري شب وإسقري لكن قام بو قاريتون قالك وقاضن لها حتى لا تتحرك إلى أسرقاقين وأدمعوا الآخرين يعني هدو يري هذا أنا معني أقول لك قالت وعلى الدين كرما هانونك وان هذيني بقول كلنا ويكرب كحيسا وحيلي أنا وان دونينا مركا تدك إنه يعني إردقلي ونوال بأردان عقلي وديدة يايو شب وإسقري إنه كلجي ورادي ورباقف قال وسرادين وقبل أن ينهض أنتم ساكعين سراقة من مجلسي دخل وحاسو قال إسلام مركب على الندي مجلسك وحاسو قال يمد رجل من ومن قومي كمد وقال وحي والله بان كدارتي لقد مر بي وحي سومر الآن هذا ثلاثة رجال صدحن وإني أنا لا أظن وحن ملين يا محمد يا أبا بكر يا ودليلهما نك جرودي صدحن بان أركيه هل كان مريت ساحل كمريسيه وحن أم ليه أن أبو بكر إيه يعني النبي إيه أبو بكر إيه نجي وذي وقر وذاه فقال سراقة وعير بل هم بنو فلان والرجاء مسوان ما كره المهبة لهاي ما الله تجي يبحثون أيه باري عن ناقة لهم أضلوا هوا لمن كي المهبة لهاي وهذا النجاة تجي أو هشوا هش كف كتير هذه هشوا ذي دم تير هذه نيجي أقنع وياه نجاء أمس هذا رجع محمد يوحنا صلاة الله قوم كان كلو إردنا كجبينا يا وحليه يعني ما سألوه يا عين ولا جاك هرمك يوليه مرك نين كيبو نين أضاي أنا هو يا عين ونين هذا كلو سو علين كرمها نين كيبو بهندلة وحليه وروحه ما ذرينا أمس نمن كي هذا المه بلا هذا نجت جها صوتي دم تري هذه نيجي يا أركتين ما ذرك محمد ما ذرك فقال الرجل هو حيري لعلهم كذلك وقال لي يا بني منك تيجي زين النغمان وسكتوا ونسكم أنا صدحني إنه ما نركي لأنك هذا الملاين نيجي لكن لمن كان سيجي سينيين بلغي يوا ثم مكث سراقة ونجا ذي قليلا وحيا حتى لا يثير قيامه استاجيس إلى وسكعين وأحد نحضه ممن في الندي شك إلى وسكعين مركبة زوب بوضو شك بها قليلا وحليا وروحي لوس لمن كان لوس وشك ميور هذي ليا مركبة ننكينا هذا وعنا انتيا هذا الكيب هذا الكلو كنت كنفتي أستاجنا عبار بماشي اسكفدي فلما دخل القوم قوم كمركة قليلا في حديث آخر وركي أتجه موضوع مركي لقبحه، نمكي بعدين تبريه، محمد إني ما نملايني، ورمه نجا أمس بثوري زما، شاكل مركي لقبحه ورك الله جلاه، إن صلى من بين ترتيبه مرك أقعد، وما الله وسع خفيفا يعني آية حاله يأسوه يعني سترتيبه فضوده إصغرنا يا مسرع عن حاله يمد دقة إلى بيت جوريس، وأسر لجاريتي. يا أدونتي سيبو هاس ولا هذلا يكسر زوجيري بأن تخرج له فرس وفرس كأنه بحيسه في قفلة من عيون ندرك أيون أركي نفرس كأي بحول آية وأن ترتبده هنا وحرت له أسق في بدل الوادي أنت عسى ترتيب أوسيته يعني وادي جاس قال له عدل ضع دحلي وادي ودحلي سيبو حر فرس وأمر غلامه أدون كيسنا وأمري بأن يعد له سلاحه وكيسه إنه ودياري وأن يخرج به إنه لبح من خلف البيوت قريها قداس دبر كذا حتى لا يراه أحد ورنك أي واحد أنت أي قادو قول دبر كيس يسكوها جاء جانوني نكو أركين وأن يجعله إنه يل في مكان المكان قريب من الفرس ما الفرس كأكتيس أنا يبوها يا لبس لبس سراقة وحو حرتي لم أته عبر بلاد كيسي وتقلد سلاحه بكيسنا قربه قشده وامتضى سهوة فرسه فرس كيسي بفولي وضفيقه حقودك ليقد الصير صعدك إنه ددجيني ليدرك محمدا إنه هلال قبل أن يأخذه أحد سوى الروح صير كسهر إنتو رقبا ويتفرأس كل إبانين بجائزة قراش قراش يعني أبا القدك بحنين كان سراق بن مالك وحوها فارسا من فارس أوها من فرسان قومي قوم كيسا فرسان تو كم إذا آت رجع شجاعين ته فردفول كنزيف عنو يقان المعدودين الله تري طويل القامة تبوها نين إتال لوردير عظيم الهامة تبوها مدح وين بصيرا يعني نين آت يقانوها باقتفاء الأثار سيدا راد كالله راع بعد ذو مركة دون تأمع عيدا مركة للرادين أيوة الراد قوبي تدخو كلا إنكارية موتا تدك يعني سيدا الله راد قادة إيه وحلو قوبة أدب يقاني صبورا بوهانين آذ وصف رأيه على أهوال الطرق والدوين كدباسه صفر كأي واحد منه أتكيستوها وكان إلى ذلك كله وحاصر وحاوسيه لي أريبا بوها من عاقلا لبيبا يعني آذ أقرش بذا شاعرا وهذا قبياء وكانت فرسه فرس كيسون وحيه من عتاق الخيل فردها كوا أقول ريو وعجب تبدا ما الله سراقة وتغيدوا الأرض أرضها سوى ضوبا يضيا لكنه ما لبث موسى نجان أن عرست به فرسه أن عفرت به فرسه فرس كيسي إني
يعني لا ترى أن تروتي وسقط دو دعي عن سهوة يا دمر كذي وكذولة فرس كأم بامرك من تور دلوقتي يؤثر على الحلقة سكر كل دعي فتساءم وباسيسي من ذلك وقال وحير ما هذا وحن محيئه كفتن تا فرس كان يعني كفتن لقما أقول فرس عجيبها محيئه كفتن تا تبا لك يا كوس يا تبا لك هلاك باكوس ونادم من فرس حالته فرس كيسيب عنانية هلاك هكو قد عوحا محوها وحل قبو يقوان جري ولقا ما آية وعلى ظهرها دبر كيدو هذا نفول غير أنه لم يملي موسى تقن بعيدا وحبلا حتى عثرت به مرة أخرى مركلا دي هذا نكفت فرس فازداد وحو زياسة تشاؤما باسيسي ورمدا بلا يسارا ما انت محرسا بلا يسارا آية وهم بالرجوع نسكر الله بسوء همي فما رده موسى عن موسى ردن عن همه إلا دمعه دمع سموه بالنوق المئة قيل بأسيعة قال نقتل وعيدها فرس كان أنت مقوم منه أسقابك هذا إيه عدو عندك هو قيل إيه واحد ما يتكلم الله بتأمرك يجري بحد أنا واحد دمع واحد دمع قيل إيه قيل بقول كام قيل بقول كام الله أنكر ورجيل أسقيل اللي قسم ركرمه أي مرحبا ذلك لأنه رأى وحو أركي قوائم فرسه تسيح في الأرض لم يبتعد سراقة سراقة موسى فقان كثيرا وحبذا أيها كأن مكان عصور فرسه ماشي فرس كتر أنت الراضي حتى أبصر إلى أركي محمد وصاحبه مركب ومركب يعني وماشي وفرس مركب لبعض كتر أنت مطحي سواء دافيبه وعلى أركي محمد وصاحبه كيف سيصعد وصاحبه لم يجي صاحبه أبو بكر ينقي دليل كها فمد يده قعنتي سيبو تاقه إلى قوسه لكن يده جمدت في مكانها كان سدي يعني قمون بربين وكان صباح صومها قعنتي ما بدا قاقه تهلك بدا فيس قمون كيما ماشي كلام صباح كرق قعنتي نك وقري ذلك لأنه رأى قوائم فرسه تسيح في الأرض هذا نس مرأة لمركي قعنتي وحقي حق ودغاجم وهي إذا لمركي هذا نوحو أركيا يعني لأنه رأى وحواك قوائم فرسه تصيح في الأرض فرس كيسي أفرت اللقوط بها دمرك كشري والدخان يتساعد من بين يديها ويقضي عينيه وعيناها فرس كي يعني انتو أفرت اللقوط لك لي أيو مرك دوني إنو حب وقبحه دخانكم مرك يعني وقبار كبورك كإستاغي حب فرس كوسو بحي يبا أسلق إنديسي فرس إنديسي بغري فرقاسو عرق سبشري فتفعل فرسا فرس كيف كده فإذا هي قد رسقت في الأرض كأنما سمرت فيها بمسامير من حديد فرس كيف حال مدى أفر تأدي إن لك الله مسماري مسمار بر أهد مدى إن الحمد يعني لك الأولى نكبي فالتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأبا سيسي كبرك وقع هذا من الهيئة وفيري وقال وحي بصوت ضارع صوت جلعسن وحكي ريا هذان لبضانه ادعوا لي ربكما ربكين إبريا أن يضلق قوائم فرسي فرسكي إنو إله اللغاه يقبحيه ولكما علي أنا كفى عنكما إنا إذن دايان أنا إذن بلغاذي فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أيا أدعي فأطلق الله له قوائم فرسي إلهي بأسيدي فرسكي وكبح سنبه مماشي وغلب عبر الله لكن أدماعه دم عيسي لم يل يعني لم يل آية ما لبث الميسى نقاني أنت حركت هذا من جديد طمعي قيل وقبيبا هذا عصبون هذا فدفع فرسه نحوهما هذا فرس كيف انتو قد عيبه هذا كيف يحقه هذا أي ورثي فساقت قوائمها بعد نلك قلي هذه المرة أكثر من ذي قبله تيهور متكدرا بيبا نلك قشيه إلى شفق نلك دكتب فرسي دم نلك قلي فاستغاث بهما مركزه هذا قرقار كضلب قرقار بو كضلب آية وقال وحويري إليكما زادي ومتاعي وسلاحي إليكما آية قاطع زادي زاد كي ومتاعي ألاب يعني ألاب متاع ألاب تيدا هي وسلاحي هم كي فخذاه قاطع ولكما علي عهد الله بلا إلهي بان دين قاضي أن أرد عنكما إنا نذين كعيري من ورائي وحالا وحي يسود بجوغو من الناس ذاتك كم ذا مهل إلهي هل إبريو فرص كين إلهي إتصار فقال له وحي أجرادين لا حاجة لنا بذاتك ومتاعك ألافت هذا إيا ذاتك وحبك مفلين ولكن رد عنا الناس ورد الله أبو أودتك وحي نصد بسعود ورد العلي ثم دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أدعي
فانطلقت فرسه فرسك وابحه. فلما هم بالعودة ناداهم ودواقي نبي ودواقي قائلا حال ليه ايه تريثوا اي استاغ وحي الكرت اكلمكم ان الله رلياي فوالله بان قد ارت الا ياتيكم مني حقي ان كغي بان ما يشيء تكرهون واحد نعبدين واحد دبا او نعبدين يريد حقي ان كغي بان ما هي انني يعني اذا الله رلي وحي استاغ. فقال له وحي الى ما تبتغي محد دون ثمنا حان غرضا. فقال وحي والله بان قد ارت يا محمد اني انا لا اعلم وحن اوغى انه وحن اوغى انه سيظهر دينك دينك وينو قالم نكون دون ظاهر دون ويعلو امرك امرك وينو وينان دون كن رقوني ان فعاهدني الى بلنو اذا اتيتك مركان كو ايمادو في ملكك مركا ردو كو ايمادو دولتاد ان تكرمني ان ادي كرامينسو واكتب لي بذلك ارنتا يقر هدو مركان كو ايمادو ان ادي كرامينسو. فامر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصديق فكتب له على لوح من عظم يعني اللوح او يعني لفقه لف وين وجه يا لوغو قري بلن ودفعه اليه وانو. ولما هم بالانصراف مركو انه لابد ما قال له النبي وحي عليه الصلاه والسلام وكيف بك يا صراغ صراغ وبالكورن حال هذا وكورن اذا لبست مركا حيرت سواري كسرى بقر كا كسرى الفارس بحكومه يجيجمه سهداد قشطه بالكورن هذيك صراغه. فقال صراقة وحي في دهشة رسوة ورارسن كسرى ابن هرمز كسرى بن هرمز با. فقال صلى الله عليه وسلم وحي نعم كسرى بن هرمز كسرى بن هرمز ججميه سينتيل انتهى قبصتان ايات ججميه سوهاد اسكوح الروانة يوبقر كوية ايات جعماء كشن دون تا فوحادو نين يعني في باديو ريع عربيدو ماشا اسكفر ديو انو بقر كاسو مانت يعني هادو ججميه دلو ريقية تاج كيس هو عجيب ابو. عاد صراقة صراقة وصول يعني وصول لابتيه أدراجه سعد كيسيب وصول لابي فوجد الناس تتكيب لقد أقبلوا أيها وصوقا بلي ينشدون طلبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم حجر ارجعوا لابتا فقد نفضت الأرض أرضا أني كباري بوري نفضا أني وأن تبقى لي وأن تبقى لي بحثا عنه أنه كباري وأنتم أنك لا تجهلون آية مبلغ بصري بالأثري رماشان أنا إلى قايو أنا راديو باريو أديك أنا وادي أكتي سيدا أنو أقانو يعني راديو بكي يوح راديو سيدا أنو قرن يوح قرن يسان ماشان وحيد إن كجير مالا يسكالاف أنا بحبك سواي فرجعوا مركاس يسكالاف سيد يا ارجعوا نقض بويل فقد نفضت بالأرض نفضا وي أي أي نظرت فيها شبرا تاكا تاكو أنا أباري يعني دول كان أنا باري وي بحثا عنه بارد عن نبي كباري دعوه. ثم كتب خبره النبي خبر كيسيب وقريه مع محمد وصاحبه وحد احمر ايو قريه حتى ايقن الى او يقين انهما ايو بلقائن قارين المدينة واصبحا هذين في مأمن من عدوان قريش عداوة الهي كأن من قضية نوريا انصار ذي دحقلا عند ذلك ابو اذاعه فافي وركي اصيا يعني دحمر نبي دحمر يؤفايو من كاس انيا كذب تقيو مركا نوسي دوه هنا فرس كبار لوكا يلقليو كان حانا يقبصتيو مركا اسو فافي ارنسي. فلما سمع ابو جهل مركو مغلى بخبر صراقه مع النبي عليه الصلاه والسلام سقي النبي وحي دحمره يو موقفه منه ماشى وقاري لامه وعننت محوك عننت على تخاذله على تخاذله هوجنت وهوجي يعني هو يعني نينكا وكوكو ليس واي سو انو سو قبتوي هي يا وجبني فلين مدري سي وتفويتي فكنت ونكا وفكنت وفكي وتفويه فكنت اوفك الفرصه فرصه بس كفك جيل باك افك واحد انت باتا فلي باتا تاك كذا وتاك نينك ما تقبل ويدي يا الله فرصك اي وتوب كاغوت. فقال صراقه وحجر يجيبه على ملامتي اسوء على انت ساوي جوابي اي ابا حكم والله لو كنت شاهدا لامر جوادي اذ تصوح قوائمه علمت ولم تشكش بان محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاوم كما قال سوتري ابا حكم يا ابا حكم ابو جهل بلدي جرسومها والله بان كو دارتي لو كنت هذا عن لي شاهدا مد ارك يو غوب جوغو لامر جوادي فرسك يا حالك اذ وقت تصوح اي دنبتي دولك غشي قوائمه افرتي ساذن علمت وحد قال له ولم تشكر اظن مرنا شكتنين بان محمد رسول انه ياي ببرهان حجه كلها رسول يعني حجه الهي وتئنه ياي واي فمن ذا يقاوم نك كورتي كرواي نين الهي وطؤ حجتي صوت الهي صدري نك كورتي كرواي اي
دارت الأيام مالمه با وريغي دورتها دورته واي تلك الأيام نداولها سو إله مدين مالمه وقتك با سو وريغي فإذا بمحمد شريدا وعرري مستطرا إذقرنا بجنح الظلامي مقدقة يعني هو سيسكو قرنا يعود وابا سقو الله بتا إليها مكا سيد الحالي أسقو مضحة فاتحا مقالة فرنا تحف بي حال أي هريرها كسعوت الألوف المؤلفة كميال لجمعيه ومن يعني من بيل سيوف سفعد عدي وسمر الرماح ورماء أسوى كمان يعني طبعاً كن عيداً وطأ سيفه دي ورماها لنعيها لقل صعوده أو بقر أيو نبي مقالة إسالة أسوى عرر نومن يسي أو بقر يكبعين أيو صوقة وإذا بزعماء قراش قواب قراش أضياش قرية قراشات الذين ما ملؤوا الأرض أرض كبوحي أي الذين كواسوا ملؤوا الأرض أرض كبوحي أي عنجهية إيو وقدرسة وقدرسة عنجهية إيو وقدرسة تكبرا إيو وجبارا كبر إيو مدح عذيك نلوك كبوحي يقبلون عليه وابا أيو النبي سوى قابله خاضعين حاليهين أيو خضوع خائفين حاليه أيو عبسن إيو واجفين وآذو عبسن إيو يسألونه نبي ويديسن يا الرأفة النحرس ويقولون وحيليهين ماذا عساك تصنع بنا ما حد مدنتا إنا من وسما ما أنت ما حد وسما إن دونت أي كل من نين ولا كين ولا نجا نجا دشة باتهايو نين كي نقول نحرز بناي ولا كين ودلي باتهايو بيليه إن مانت أي فيقول الله نبي وحوله يا في سماحة الأنبياء أنبياء السماحة ذو الحال وكسوين أنبياء ذو وحبا قفك ما يوحي الوسما يمين كسوين جرينا إذا هبوا تقف أنتم الضلقاء سكت قوالة عفية ولا سيدا يباتهين عند ذلك أبو أعد سراقة بن مالك وحود دياري راحلته وما الله إلى رسول الله أبو أعدي صلى الله عليه وسلم ليعلن إنه ظاهره إسلامه وإسلام كيزي بين يديه ومعه معيثنه هذا العهد بلنك الذي كتبه وقر الله قبل آية قبل 10 سنوات 8 سنة كهر بلنك الله قري أيو وطا قال سراقة وحود لقد أتيت النبي أنه صلى الله عليه وسلم بالجعران تمجي جعران ليدا أمال طائف يوم كور حز فدخلت في وحن سوق قلبوني في كتيبة جماعه من الأنصار كملة فجعلوا وحي قد قلوا نبقى لجوي فجعلوا وحي قد قلن يقرعونني إني وقرع أيام بعقوبي رماحي ورمها دبضوضا ما كان ماشي أنه سوق قلل الأركة وعقاء ولي يقاني سراقة وران كدبيه ثم بعد يقولوا فنيقع حدوني حقا سعب هذي نبقى سعب مرك مر وران كبه إلى دعيان بولي ويقولون وحي إليك 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 أركد يرو ماذا تريد كيف قلوا نبقى ماذا تريد ما حدوني فما زلت كمزول أشق صفوفه من زوج يحيى حتى قدوت إلى أن هذه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ميل أدوه بان سوكان وهو على ناقتي والنبي ساري هشيسي فرفعت يديك عنتي من كره وقال بالكتاب وكتابك ويقرأ وقلت وحان يا رسول الله أنا سراقة بن مالك باناي وهذا كتابك اللي تنه وكتابك هذه قرت فقال الرسول وحي عليه الصلاة والسلام أدن مني إيسو دوو يا سراقة أدن هذا يوم وفاء وبر ومالك بلنك لغو في الله يعني مالك بلنك لغو في الله لغونا بارني ما سمين لها ويها سوده فأقبلت عليه وان قابله وأعلنت إسلامي إسلامي من هديبا موجيه بين يديه ونلت وحان قاري من خير نبغي خير كيسي وبره لم يمضي على لقاء سراقة سراقة لكل كيسي بن مالك لرسول الله ولكل من صلى الله عليه وسلم كما سوريك غير بلعة أشور طور بلوض ما كسوريك حتى اختار الله نبيه إلى جواره إلى النبي قد انتبه عليه الصلاة والسلام فحزن عليه سراقة أيام مرقية أشد الحزن وجعله وحوق ذقل يتراءى أن يستصن أيه اللي هو أسقى ذلك اليوم يوم كالذي كاسو هم فيه أهمية بقتل النبي دلكيس من أجل 100 ناقة فقالها لا درت دين النبي أدل أكوها من أيه مركز توحى قصر لعيسى مالك النبي أويرا رأيه وستور دايه وينو دل الدون أيه فقالها لا دين أدل أدوني يو كيف سدى أن النوق الدنيا الدنيا جيل الجوردن كلها قد أصبح ذيها اليوم ما أنت لا تسوي مدان أكتيسة أود كمين عنده أكتيسة قلامة أي قدعة ومن ظفر النبي صلى الله عليه وسلم جب يرى النبي عديد سكم إذا ما أنت جيل الدنيا الجوردن كدور سهدي لي لكم ودور سهدي عديد النبي قد نقص يهدي لي ما عديد وكدور الله جيب كشلا ما لك أصلي النبي قد ما نبتي سيبه بقولها لا تربينه كوكت نوقت هو هو عجيب وجعله وحق ذكر يردد انه كل العلن قولته النبي هذا الكيس له ويري كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى يا حلية هذا الكاس اللي يبه هذا المال كان النبي ويري هاي كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى كسرى لبست جيجي ما كاش
دون أن يخامره أي شكو نسوه وحشك أنه يزقله في أنه سيلبسه ما إنه حران دون مركا وحشك ومجر هذا النبي شاك إنه دعي دونه تجمه يعني كثرة وقشان دون. ثم دارت الأيام مالمه باوريق دورتها كرة أخرى مركا وآل أمر المسلمين وحوئي إلى الفاروق رضوان الله عليه خلافة وحاقب تيسير عمر وهبت جيوش المسلمين باكعي في عهده عهد العمر المبارك بركة اسمه على مملكة فارس أي كدولين كما يهب الإعصار الضبيش سيء الربطوك مسلمين تعيدمه هذا وحي يعني كل ربتين يعني فرس يعني آذن واي مملكة الفارس واي كما يهب الإعصار الضبيش سيء الربطو فضفقت وحي قدقة جيوش المسلمين تدك الحصون الدربية إلي بربرينيس وتهزم الجيوش عيدمها إجمينيس وتهدز يعني وتهز العروش يعني كراسي من بغرتوية ما ليه لفديو دان إلي إجمين أيان قعنت يقول لك أيان مرحبا وتهز يعني عروسه أي عروسه أي تهز العروسه يعني كرسي بغرتوية ما قال الله ماشي بغرتوية ما يقصني ما قالك أنت بغرتوية قعنت يقول لك وتحرز الغنائم غنائم تأورورين أيان حتى أدال الله إله إلى أوريجي على يديها دولة الأكاسرة مسلمين جنود يعني كعمه ذا إله عبوزة أوريجي دولة الأكاسرة مرحب يمكن يعني كسر الرئي كسر الرئي كاسرة دي دولة دي وفي ذات يوم ومن أواخر أيام خلافة عمر عمر يعني عمر خلافة دي سيمالمه قدام بي مال كمدا يا قدم على المدينة مدينة وحصوق للرسول سعد بن أبي وقاص سعد بن وقاص وعلماء مسلمين مركه وقامني تدكي وصادره كواسو يبشرون وبشارين يا خليفة المسلمين بالفتح إن دولك لفرطي ويحملون حمبارسنا إلى بيت مال المسلمين خمس الفيء في خمس كيسي الذي غنيم الذي غنيمه الغزاة غزاة أيك غنيمتين وفي سبيل الله فلما وضعت الغنائب مركي لسود الجلود هذه بين يدي عمر نظر إليها وفير يسود عمر في دهشة نفسه آد ورنسا فقال وحو يري فقد كان وحا هذا فيها في هذا تاج كسرى فوالله هرتي سلوسو دادي وحكم ذا كسر تاج كيس المرصع لبق رحية بدر جوهر وثيابه در كيس فحكم ذا المنسوجة يعني الوتر شيء أو الوسمية بخيوط الذهب ذهب كي يعني مريضه سيد ديلميس مريض قرقر حبدا وسلا الوسمية لقو حر ذهب كي جيت يعني بربريس هي ووشاحه وشاحيسي على وقوشيسي بقرن كبرك انت كبتان بس ناقي او برسل سلسله دوي مدون تكشن يعني وشاح عمرك يعني وابها كدون تكشن يعني مرحبا ودي هو رين جنين يعني وشاح يعني با دعل لا يراهو يقرق رحيانه بس اني كو رين جنين يعني لو فسر جنين ووشاحه المنظوم بالجوهر جوهرته لو قرحي صار لو تحد هي وسواراه لبدي سجن اللذان لوداسو لم ترى العين الا مثلهما ايوك لقد ولد لماذا جيجين وقرح لوضي انت الليقين إلبا وليقات ميزار وما يعني وما لا حسر له أو من النفائس الأخرى واحد ما له مد واحد واحد كان كقيم بضا فجعل عمر وحقق يقلب هذا الكنز الثمينة يعني العكتاس قال إنه قدنا يبقى قديم لان أو يعني كان في يدي لان أو كعان تكوها يبو سيدا كله يكتا تابنا يا سأوك قدنا يا ثم التفت إلى من حوله تسكت نعيه سابو سلا أفيري وقال وحيري إن قوما قوم أدوا هذا كوى الناس وقتيو كاني لأمناؤه تسكت وحن انتي غنيميستين وقالبا كقب صدين هدنا أيو سيدو ذي أيو أنقاذنين سيدو ذي أصو قاذي وملاحظ المسلمين تكسو وريجي ولا قوم كهو قوم آمنه أقو تبقى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحلا وحي قبطان ورن سيدا يهيد باللوقة يبني وعيدا كان لوقة يبني وحي كان البيت خمس كانوا حالوا دنيا بيت مالك الإسلام مركي غنيمة وحل يعني وحي ونكو قارو هلا حتى سو مالك شن ماي بكي دقالك الله وضو وحي وقارو هلا حتى مالك المسلمين غنيمة القصة دريا فقال له علي بن أبي طالب سيد علي بمركة مجلس كفديه فقال علي بن أبي طالب له لعمر وحي يري وكان حينئذ حاضر المجلس كفديه إنك أذوق عففت واطة ورستي عمر فعفت رعيتك الرعية ذاذنا وإث إلى لسياء من المؤمنين ولو رتعت هذا داقلها إذا ارتعوا أيقنا ويداقلها مرحبا هذه آت أرقته يعني أمض يعني خيانه يباب يبلايء أميركو ذا بلايقه مركو أميركو يعني أوامرت إلهي الجبيه
ومسؤوليتي سي او ضيعو ومدنا من كوكا عيسى مدبا مدكا كالو كوكا عيسى ورابا نغني لكن هدو عادل نغضو خلاص اي مرحبا انك عففت فعفت رعيتك يا من المؤمنين لو رتعت لرتعوا هذا اسكت داخل لهيد ايونا وي داخل لهيد يا مرحبا وهنا ابو دعاء الفاروق ويري رضوان الله عليه سراقه بن مالك فالبسه وحوحري قميص كسرى وسراويله واوقلي وقباءه مرضي سنه واوحري وخفيه لبدي سخفنا واوقلي وقلده سيفه سيفتي سنه قرف واوقلي ومنطقته ايه ومنطقته من دقدي سنه واوق من دقدنا وحالي صونكي سوينا صونكي ونحن وفقنا من دقدي سنه واوحري ووضع على الرأس مدحي سنة وحوقلي تاجه تاجه وألبسه سواريه لبضي ججنة وأقلي آية نعم سواريه سواري كسراه أقلي سنعمر بأقلي كو عند ذلك بيهتف المسلمون المسلمين تدواغين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم التفت عمر وامر عسد إلى سراقه وقال وحو يري بخن بخن ليبان باخوسو ناتيو اي اعرابي اعرابيرو يا اعرابيرو يعني وتصغير اعراب واي مدكو ريبادية او من بني مدلج كمدا سراقه قوم كيسي واي من بني مدلج كاسو على الراس مدحي سمانته وساريه تاجو كسراو كسر داج كيسو ما انت من عزار كور ريباديا او ريبري مدلج يعني ريباديا هو كم ذا واكسر يا ما انت محمد حو كوهيسا نينكي يعني كسرها تاج كيسي يبقر نمديسي ودم واكسر نينكي انا لوغلي فير